عاجل وقف عضوية 5 شيوخ لأنهم تجرؤوا على القرآن، وعاجل إنشاء أول مدينة ذكية خضراء في مصر، خبر صار للمصريين، وعاجل اتفاق هام بين مصر وروسيا ننشر لحضراتكم بالتفاصيل، وعاجل خبر محزن عن الفنانة دلال عبد العزيز ننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل النيابة تكشف تفاصيل خطيرة عن تشكيل عصابي. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان إن شاء الله توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل وقف عضوية 5 شيوخ لأنهم تجرؤوا على القرآن. نقيب قراء مصر محمد صالح وقف عضوية 5 شيوخ لخروجهم عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة العامة، وبعد كده مجلس إدارة محفظي وقراء القرآن الكريم وقف عضوية كل من أحمد عبد المحسن وشهرته أحمد العدوي، ومحمد أحمد محمد عبد الحافظ، ومحمد الدرانيكي، وأحمد كمال العسيوي، وبعد كده المجلس حولهم للجنة القيم بالنقابة، وتم إبلاغ السفارات ووزارة الداخلية بمنعهم من السفر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، وعاجل إنشاء أول مدينة ذكية خضراء في مصر. الحكومة هتعمل مدينة جديدة، تعالوا أقول لحضراتكم على التفاصيل. المشروع ده هيكون بين شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للاستثمار العمراني والشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وهتتعمل على 5000 فدان في مدينة حدائق العاصمة، والاستثمارات هتوصل لنص تريليون جنيه. الحلو في المدينة دي إنها هتكون أول مدينة ذكية وخضراء في مصر، وهيبقى فيها 1400 وحدة سكنية، يعني 600,000 نسمة، ومدينة النور دي هتبقى كاملة بكل الخدمات، ده غير إنها هتدخل لمصر مليارات الجنيهات. طيب إحنا هنستفيد إيه؟ هنستفيد إن بلدنا داخل لها ربح، وكمان المدينة دي هتوفر 3.3 مليون فرصة عمل. إن شاء الله غدا مستقبل مشرق بالنسبة لمصر إن شاء الله. ننتقل لخبر آخر، و هام اتفاق اقتصادي مصري روسي. الاتفاق ده بيخص منطقة قناة السويس. أكدوا إن مساحة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد مساحتها 5 مليون متر. المدينة دي هتكون مدينة صناعية متكاملة عشان نقدر نجيب استثمارات وصناعات روسية كتيرة. وقال رئيس المنطقة الاقتصادية يحيى ذكي إن المنطقة الاقتصادية ناجحة نجاح باهر في روسيا، وإن دي أول منطقة اقتصادية من نوعها خارج روسيا. وأضاف يحيى زكي إن مصر في تقدم وتخطيطات سليمة وفعالة عشان ترتقي بالاقتصاد والتفكير ووضع الخطط السليمة للمشاريع الصناعية والاقتصادية. وقال إن روسيا ومصر وقعوا اتفاق لإنشاء منطقة صناعية روسية بمصر في 2018، وهتكون باستثمارات تصل ل 6.9 مليار دولار، وهتتنفذ على 3 مراحل. المصدر كان معانا من جريدة الوطن. إن شاء الله القادم جميل بالنسبة لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، وخبر محزن عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز. وعرفنا من مصادر إن الفنانة دلال عبد العزيز لسه محتاجة لدعم أكسجين على الأجهزة. الطبيبة هاي فلونيزيل قالت إن الرئة أصيبت بحالة من التلف الشديد بسبب إصابتها بالوباء. وقالت المصادر إن الفنانة دلال عبد العزيز ما تعرفش خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم لحد دلوقتي، وممنوع عنها استخدام الموبايل أو متابعة التلفزيون وأي حاجة تساعدها إنها تعرف بخبر وفاة زوجها لمراعاة حالتها الصحية. المصدر معانا كان من جريدة الوطن. نتمنى الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة والجميلة دلال عبد العزيز إن شاء الله. ننتقل لخبر آخر، وهام تفاصيل مقتل رئيس وكالة الفضاء للكيان الصهيوني. وسائل إعلام الكيان الصهيوني قالت إن وفاة أفي هار إيفين الرئيس السابق لوكالة الفضاء للكيان الصهيوني يوم الأحد
في مستشفى رامبار في حيفا، وقالوا انه مات بسبب اشتباكات عكة الشهر اللي فات، واشتباكات فضلت مستمرة مدة 11 يوم بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، ودمروا فندقين في الكيان الصهيوني كان إيفين عايش في واحد منهم، ونقلوه لمستشفى رمبام وأصيب بحروق واختناق. وقالت صحيفة جيرزاليم بوست العبرية أن أفين خد جايزة وزارة الدفاع للكيان الصهيوني، وكان رئيس سابق لوكالة الفضاء للكيان الصهيوني، ومات وهو عنده 84 سنة. المصدر معانا كان من وكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، وعاجل النيابة تكشف تفاصيل خطيرة عن تشكيل عصابي. نيابة منطقة حلوان في مصر عملوا ضبط وإحضار لسمسار كان معاه 2 وكانوا تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء البشرية، وبعد تحريات المباحث المتهمين كانوا بيمضوا الضحايا على إيصالات أمانة، لأن السمسار كان بيستغلهم وبيستغل ظروفهم واحتياجهم للفلوس، وعمل مكان في المعصرة علشان يمارس أعماله الإجرامية. المصدر معانا كان من اليوم السابع، الحمد لله يعني تم ضبط هذا السمسار من قبل النيابة العامة ومن قبل الشرطة المصرية. تفاصيل القضية وتحريات النيابة قالت إن المتهمين كانوا مع المجني عليه وهو بيعمل التحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، وفضلوا معاه لحد عملية البيع ونقل الأعضاء بالتحايل على القانون. والتحريات أثبتت أن المتهمين أجبروا الضحية على إمضاء إيصال أمانة لهم، واستخدموه في تهديده لو رجع في كلامه وما كانش عاوز يبيع كليته. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وهام جدا معانا، وخبير مياه مصري يحذر من مخاطر محتملة قد تنتج عن تفريغ إثيوبيا لسد تيكيزي. رأت وسائل إعلام مصرية أن إثيوبيا بإعلانها البدء في تفريغ سد تيكيزي شمال إثيوبيا تفتعل أزمة جديدة. أشارت إلى تحذير خبير مياه مصري من مخاطر محتملة لهذا الإجراء. نقل موقع مصراوي عن الدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة قوله إن هذا التفريغ هو خطوة فنية تتم في مثل هذا الوقت من كل عام منتصف مايو لمنتصف يونيو استعدادا للمواسم الجديدة. لفت الخبير المصري إلى أن حجم التفريغ يزداد في هذا العام نتيجة توقف سد تيكيزي عن توليد الكهرباء فترة اعتداء الجيش الفيدرالي على إقليم تيجري الذي يضم منطقة السد، وقصف محطة الكهرباء ما أدى إلى زيادة مخزون البحيرة مقارنة بالعام الماضي. شراقي أفاد بأن الصور الفضائية تظهر زيادة سعة بحيرة السد ل 9 مليار متر مكعب، من المتوقع تفريغ حوالي 2 مليار متر مكعب. خبير الموارد المائية المصري أشار إن السودان يضم 3 سدود على نهر عطبرة الذي يمد النيل بحوالي 11 مليار متر مكعب، هي أعالي عطبرة وستيت وخشم القربة بإجمالي تخزين 4 مليار متر مكعب. علق الخبير على هذا التطور بالتحذير من أن انفراد إثيوبيا قرارات التشغيل والتفريغ دون إخطار السودان بوقت كاف ما يؤدي إلى ارتباك في تشغيل السدود السودانية ويعرض السكان الذين يعيشون على النهر للخطر. ورأى شراقي أن ما يحدث هو عبارة عن أزمة جديدة بطلتها إثيوبيا، بالإضافة إلى ممارسات أديس أبابا غير المسؤولة تجاه دول الجوار منها السودان وكينيا والصومال وحاليا مع مصر في أزمة سد النهضة. يشار إلى أن وزارة الري والموارد المائية في السودان كانت دعت في وقت سابق المواطنين إلى الحيطة اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم على خلفية إعلان السلطات الإثيوبية بدء تفريغ سد تيكيزي. نقلت وكالة السودان للأنباء عن تعميم صحفي صادر عن الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية في إثيوبيا توقعها أن ترتفع مناسيب نهر ستيت وبسيدي وعطبرة وستيت حتى مدينة عطبرة. ولفتت الهيئة السودانية المختصة بشؤون مياه النيل إلى أن شركة الكهرباء الإثيوبية قد أعلنت بدء تفريغ سد تيكيزي الواقع على نهر ستيت، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في مناسيب نهر ستيت والمناسيب أمام وخلف سدي أعالي عطبرة وستيت وأمام وخلف خزان خشم القربة
حتى مدينة عطبرة، وحث البيان السوداني المواطنين في تلك المناطق على اتخاذ التحوطات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي وأرتي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا إثيوبيا يعني تعتزم بدء مشكلة جديدة مع مصر والسودان، وأترك لحضراتكم التعليق. ننتقل لخبر آخر، وفنانة مصرية كبيرة تهدد زوجها بأسرار خطيرة تمنعه من دخول مصر. أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقي أن لديها أسرار خطيرة قد تمنع زوجها من دخول مصر إذا كشفت عنها. أشارت صدقي في حديث لقناة القاهرة والناس إلى أنها رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجها منذ 7 سنوات، منذ أن غادر حياتها وأبناءها، وأنها رفضت أي حديث معه أو حتى مكالمات هاتفية. لفتت إلى أنها ساعدت أبيه على الرغم أنه لم يتواصل معها، وقالت: ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر. وأضافت أنها تعرضت هي وأبناؤها منذ 7 سنوات لشتائم بألفاظ مسيئة من قبل زوجها عبر فيسبوك، كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل التي تخص البيت. أشارت إلى أنه رغم طلبها في بيت الطاعة إلا أنها لا تعرف سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها ليس فيه بيت طاعة أو طلاق. وكشفت أنه خلال فترة سفر أولادها للمشاركة في بطولة رياضية تم القبض عليهم لأنه تم منعهم من السفر بسبب إجراء منع السفر من قبل والدهم. وأوضحت أنها حاولت تجنيب أولادها هذه المشاكل ولكنها لم تستطع، مضيفة: ما عندناش طلاق وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة. المصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على قلب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.